السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى جايبالك الحل السحري للقضاء على الصراصير نهائيا. يعني اول ما تستخدمي الخلطة اللي انا هقولك عليها دي دلوقتي وتحطيها ان شاء الله في اي مكان بيكون فيه صراصير، مش هتمشي بقى الصراصير هتموت، والمكان ده مستحيل يجي فيه صرصار تاني لمدة طويلة جدا. النهاردة بقى هنعمل الوصفة دي زي ما قلتلك بالمكونات البسيطة دي، ولو مش متوفر عندك المكونات دي هقولك على مكونات تانية بديلة ليها، ولكن هنعمل النهاردة يعني زي ما بيقولوا سم قاتل، يعني هتقولي وداع للصراصير ومستحيل تدخل بيتك تاني ابدا. لو اول مرة بتشوفيني انا منى امين، اتمنى من كل قلبي على طول تشتركي في القناة وتحطي لي لايك للفيديو، وكمان تفعلي زر الجرس وتشاركي الوصفة مع اصدقائك عشان تعم الفايدة على الكل. ويلا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، واقولك ازاي هنحضر الوصفة الجبارة او الخلطة الفتاكة للقضاء على الصراصير. اول حاجة معايا هنا صابونة، الصابون العادي، اي نوع صابون هنا عندك هينفع، وكمان هستخدم معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وهستخدم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهستخدم بطاطساية صغيرة. ايوه هنستخدم بطاطساية صغيرة. اول حاجه بقى هنعملها، لو مش متوفر عندك الصابونه دي او حابه تسهلي على نفسك اكتر تقدري تستبدلي الصابون ده بصابون سائل. هو صابون سائل للايدي للايد، ده زي ده بالظبط. لو انتي هتستخدمي الصابونه دي، اول حاجه هنعملها هتبشري الصابون بمبشره البصل عادي خالص، هتبشريها بشر ناعم وتضيفي عليها معلقتين من الخل وتقلبيهم وتسيبيهم شويه لغايه ما الصابون يدوب. طبعا عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل انا هستخدم بصراحه الصابون دو السائل. اول حاجه هعملها هحط شويه من الصابون، دو كده بما يعادل معلقة او معلقتين، يعني حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا هعمل كمية كبيرة شوية عشان هحطها في كل المطبخ، وطبعا هتقعد شهور الخلطة دي موجودة، فانا هعمل كمية كبيرة، فطبعا تقدري تقللي الكمية دي. وبعد كده هضيف المعلقة بتاعت البيكنج صودا اللي اتفقنا عليها، وهاخد كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر مع البيكنج صودا ده بمثابة سم فتاك يقضي على جميع الحشرات، سواء بقى النمل او حتى الصراصير. معلقة صغيرة كده، احنا كده بقى هنقلبهم مع بعض. احنا كده حضرنا السم القاتل اللي قلتلك عليه والصابون. بصي بيحصل فوران كده زي ما انتي شايفة، دي نتيجة طبيعية جدا ما تقلقيش. بصي بيحصل ايه، هتقلبيهم المهم كويس جدا جدا. كده احنا حطينا السم للصراصير، لازم بقى نخليهم ياكلوا الخلطة دي. فهياكلوها ازاي؟ لازم تضيفي حاجة هم بيحبوها علشان يروحوا للمكان اللي فيه الخلطة دي وياكلوها. الحاجة اللي بتحبها الصراصير قوي او النمل البطاطس، بتسلقي البطاطس دي وبتاخدي قطع منها تهرسيها كويس جدا وتضيفيها للخليط ده لغاية ما يكون يتحول معاكي لعجينة. طيب لو مش متوفر عندك الخليط البطاطس تقدري تستبدليه بالحليب البودرة، النمل بيحب الحليب البودرة جدا جدا، ومعظم الخلطات اللي بتتباع بره في الصبانات وفي المحلات بتكون داخلها الحليب البودرة. بصي انا حطيت كده معلقة كبيرة من الحليب البودرة وهقلبها، هنلاحظ كده ان الخليط الفوران ابتدى يروح والحليب البودرة اتشرب كل السوائل وتحول لعجينة، وهو ده اللي انا عاوزاه. علشان اخد قطعة من العجينة دي افردها على الحيطة تحت البوتاجاز، تحت الاماكن اللي دايما بيكون عرضة للصراصير، جنب باسكت الزبالة، الحاجات دي كلها. بصي طبعا اول ما الصراصير هتشم ريحة الحليب البودرة هيجروا بسرعة
ياكلوا الخلطة دي، واول ما ياكلوها البيكنج باودر والبيكنج صودا هيموتوهم تماما، والمكان ده مش هيكون فيه اي صراصير. بصي سهلة ازاي وفعلا نتيجتها تحفة. وهقلب بايديا كده لغاية ما الخليط كله يتجانس ويكون عمل شكله كده. بصي يكون شكله كده اتحول لعجينة ملوش اي ريحة، امن جدا جدا. لو حد عنده حساسية او حاجة يقدر يستخدم الخلطة دي. كل اللي انت مطلوب منك انك هتاخدي مسحة كده من الخليط ده، وعند اي طرف حيطة عند اي حاجة، وتبتدي تمسحي كده. بعد 5 دقايق الخليط ده بينشف تماما، وبعد كده بتيجي بقى اي حشرة تتلم عليه تاكله. زي ما قلتلك هتموت. بصي يعني من اول مرة هتشوفي الفرق، في خلال يوم او 2 بالكتير مش هيكون في بيتك اي حشرة ولا صرصار. تقدري تعملي الخلطة دي في بداية الصيف عشان تضمني ان بيتك ما يكونش فيه اي حشرات، وبطريقة امنة جدا ومضمونة وكمان اقتصادية. وزي ما قلتلك لو مش متوفر عندك الحاجات دي تقدري تستبدليها بالحاجات اللي انا قلتلك عليها. طريقة حلوة جدا ومضمونة وامنة. يا رب تكون الطريقة بسيطة وتكون الوصفة عجبتكم النهاردة. وما تنسوش لو لسه ما حطيتليش لايك حطولي لو سمحتوا لايك، وكمان ياريت تعليق كده للي جرب الوصفة يقول لي ايه رأيه، وياريت كمان تشاركوها مع الأصدقاء عشان ان شاء الله بإذن الله الفايدة تعم على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.